الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم ونهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر فقط على الصفحة الرسمية الله للشيخ الله راشد العفاسي على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله